السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في اتم الصحه والسلامه وتكونوا بخير وعلى خير. اخواتي الكريمات، بالنسبه لواحد الخاميه ديال البهجه راه كنت حطيتها لكم، راه هذيك راه تباعت محجوزه، ما تاخذها واحد الكليانه. هذه فيها الصقلي كبيره، هذه ديال الصم الحر، راني وريتها غير واحد الكليان. هذا الفيديو اللي كتشوفوا دابا واحد الكليانه ديال كانت موصياني، وريتها لها في الواتس، كنت نحط لكم الفيديو ديالها، وريتها لها في الواتساب وصافي، راه خداتها الى قسم الله. هذه راه فيها الصقلي، وهذوك اللي كنت حطيت لكم فيهم الحرير. هادو طلمط الخريب بن الشريف الاصيلي، تفريشه كبيره ما شاء الله، طلمط مطلوقين ما فيهمش لاستيك، رائعه، تفريشه كبيره ما شاء الله. الى عطيتكم العبارات ما شاء الله، العبارات راه تقريبا فايتين 22 متر. نعطيكم العبارات بالضبط ديالهم، مطلوقين، كاينه 6 متر ونص مطلوقه من الطرف للطرف، الطلميط الثاني 6 متر، والطلميط الثالث 6 متر. شوفوا ما شاء الله العبارات قداش اخواتي الكريمات، قليل فاش كيكونوا العبارات في هذا القياس، تحت الطلب راه بزاف قليل فاش كيكونوا هاد العبارات. قلنا 6 ونص، 6 متر، 6 متر، 3 متر و70، معاهم 22 مخده بالصفيفه البلديه على 3 تريش، ومعاهم 6 المساند ديال طرز الغرزه. بالنسبه للوردات اللي كيقولوا لهم الفكرون، فيهم الصقلي، هذا بن الشريف الاصيلي، تفريشه كبيره ما شاء الله. يعني اش غنقول لكم، الذوق الرفيع. قلنا 6 متر ونص، 6 متر، شوفوا تبارك الله العبارات قداش، 6 متر ونص، 6 متر، 6 متر، 3 متر و70، 22 مخده و6 المسان ديال طرز الغرزه، هما هادو المسندات ديال طرز الغرزه. اللي بغاهم 0641-67-33-95، والإرسال إلى جميع المدن. مرحبا، 100 ألف مرحبا، فقط الناس اللي مهتمين جاهزين هما اللي يتواصلوا معايا أخواتي، تفاديا لتضيع الوقت وهذا الظهر ديال الخريب الحر. طلمت البهجة طرز الغرزة، هذه البهجة طرز الغرزة، شو ما شاء الله بالصفيفة الهدب، هانتوما المشموم ديال البهجه والجناب ديال طرز الغرزه. بالنسبه للطلامط راه فيهم المشموم، الطلامط راهم باقيين جداد، تفرشوا مره واحده، يعني مولاتهم فرشتهم مره واحده، قياس الصالون كبير، والثمن ديالهم جد جد مناسب. الطلميط الطويل فيهم لاستيك، هانتوما هما مخيطين وفيهم لاستيك، هما فيهم لاستيك. الطلميط الطويل تيلبس، يعني كيجمع السداري ديال 4 متر، يعني قياس جوج سدادر، جوج متر، جوج متر. الطلميط الثاني حتى هو 4 متر، يعني جوج متر، جوج متر، هي 4 ديال السدادر جوج متر، قلنا 4 متر، 4 متر، جوج سدادر ديال جوج متر مجموعين بلاستيك ديالهم. وكاينه الطلميط عاود كاينه جوج متر ونص، يعني خص يكون الفراش في هذا العبار، كاينه جوج متر ونص سداري، وكاينه جوج متر ونص، جوج متر ونص، جوج متر ونص، يعني خص يكون الفراش في هاد العبار، 4 متر، 4 متر، جوج ونص، جوج ونص، معاهم 20 مخده بالصفيفه بالهدب. راه الطلامط قلت لكم باقيين جداد، هما حتى الطويه ديالهم باقا فيهم، هي الطويه ديالهم فيهم، تفريشه رائعه. البهجة طرز الغرزة، الثمن ديالهم 1900 درهم، قياس صالون كبير ديال 6 سدادر كبارين، وعشرين مخدة ديال 70. اللي بغاهم 0641-67-33-95، والإرسال إلى جميع المدن. طلمت البهجة الحرة الأصيلية بن الشريف لعشاق لاغتيزانة، هذه القديمة العريقة، طلمت البهجة الحرة الأصيلية بن الشريف باللحوف،
هانتوما وهدو التلمطات، التلمط كيتباعو مع اللحوف ديالهم. هانتوما بالنسبه للتلمط راه ما فيهم القب، الا فتحتوه هما نعطيكم العبر، هما مفتوحين بحيد لهم لاستيك، فيهم لاستيك والقب يعني مطويين في القنت، يعني نعطيكم العبار ديال الا فتحتو لاستيك. المهم حنا غنخليو لهم لاستيك، اللي بغات تفتحتو يعني اللي بغات تفتحهم غادي نعطيوها العبار مطلوقين، يعني الا حيدتو لهم لاستيك وفتقتوهم غادي نعطيكم العبار ديالهم، لان حنا عبرناهم هكا مفتوحين في الوسط من الطرف للطرف، توب كامل كاين 4.70 متر مفتوحه ما فيهاش لاستيك، كاينه 3.70 متر، كاينه 3.5 متر، وكاينه 2.80 متر. نعاود لكم العبارات، كاينه 4.70 متر وكاينه 3.70 متر، يعني الطلمط راه فيهم لاستيك، وانا ما كنعطيكم التوب كامل الا فتحتوه، الا حيدتو لاستيك وحيدتو القنوت، لان فيهم القب مطوي يعني غير الطلميط مطوي في القنوت، الا فتحتوه غيعطيكم هذا العبار. 4.70 متر قلنا، 3.70 متر، 2.5 متر، 3.5 متر، 2.80 متر، معاهم 18 مخده بالسفيفه البلديه دلكوزه تريش فيها السقلي. هانتوما المشموم على جوج جهات، ديما فاش كتكون الخياطه الفوق راه المشموم كيكون على جوج جهات، هادشي الاصيل العريق. 18 مخده و6 ديال المساند بالتكرير المكرمي دليد. هانتوما لاحظوا راه اللي كيخدموا هاد التكرير راه كيعرفوني علاش كنتكلم، تكرير المكرمي دليد، شي حاجه ديال الاصاله العريقه. طلمت معاهم اللحوف ديالهم، دائما العبار ديال اللحوف كيكون ناقص على الطلمط، كيكون ناقص على الطلمط، وانما كل سداري راه عنده الحيف ديالو، كل طلميط عنده الحيف ديالو اللي كيفرشوه. اللي بغاهم 0641 67 33 95 للارسال الى جميع المدن، مرحبا 100 ألف مرحبا. هذه طلمط المبره المحفوره راه فيها السقلي، شو ما شاء الله تفريشه كبيره باقين جداد. هانتوما الحاله جيده، راه هذيك الباج كله فيه السقلي، مرشوشين بالسقلي هذا الطلميط وهذا المخده. هانتوما راه كيتماوج اللون، مره كيبان لكم مفتوح مره كيبان لكم مغلوق. هانتوما لاحظوا اللون كيتماوج، مره كيبان مفتوح مره كيبان مغلوق. بالنسبه للطلمط فيهم لاستيك، كاين طلميط فيه القب، يعني بزاف كيقول شنو هو القب، القب ان فاش كيكون لاستيك ما كيتكون، يعني فاش كيجي الخياط يخيط الطلميط ما كيقطعش القنوت، يعني يمكن لكم تحيدوا لاستيك وتطلقوا الطلميطه يتزاد كيتزاد فيها الميتراج. كاينه طلميطه فيها 4.40 متر غير الوجه فيهم لاستيك، يعني ما يمكنلهاش تفتح هذه. كاينه الطلميطه الثانيه 3.90 متر، ولا طلقتوها غادي يتزاد فيها واحد العبر، لان هذه فيها القب، طلميطه وحده اللي فيها القب. قلنا 4.40 متر فيهم لاستيك غير الوجه، هذا الفراش كتلبس الداري في هذا العبار. الطلميط الثاني 3.90 متر، الا طلقتوها غتعطيكم حتى 3 متر، يعني 4.40 متر هكاك تقريبا، ولا كدا و30 ولا 30، المهم فوق 4 متر، يعني هما جوج سدادر، جوج طلمط كيلمطو 4 سدادر. وكاين الطلميط الثالث كيلمط 2.30 متر غير الوجه ديال الفراش، يعني ملبوسة ما كنحسبوش الجناب، ما فيهاش القب. والطلميط الرابع 4 متر، 2 متر كيلبسو 2 متر، يعني قياس 6 سدادر، صالون كبير كيفرشو 6 سدادر. معاهم 19 مخدة بالسفيفة، خدادي ديال 70 على حسب الزواقة اللي فيهم. ومعاهم هانتوما 4 د المساند هما هاكا، فيهم السفيفة هاكا في هاد الجنب والسفيفة قصيرة من لهيه. هانتوما هاكا كتجي بهاد الطريقة هاكا، 6 د المساند 6 د المساند و19 مخدة، المجموع 25 ما بين المساند والمخاد. طلامط قلنا
ربعة تلامط، جوج كبار كيلمطو ربعة السدادر، وجوج ديال جوج وثلاثين، جوج وثلاثين يعني خص الدار يكون في هاد العبار، يعني تفريشة كبيرة ما شاء الله، وستة السدادر وافين غير اللي ما بغاش يفرش. هادو الثمن ديالهم 2300 درهم. اللي بغاهم 0641 67 33 95، الإرسال إلى جميع المدن مبرة ديال الرفيع. مرحبا، 100 ألف مرحبا. هادو الحوف ديال طرز الغرزة، شو ما شاء الله الحوف جداد، انتوما الحوف راهم جداد مفصلين مخيطين مصوبين، انتوما كاين ثلاثة ديال الحوف، هما راهم واحد في قلب واحد، حنا فتحنا لكم واحد باش تشوفوه، انتوما راه هنا كاين جوج خرين فيهم جوج متر جوج متر جوج متر. هادو الثمن ديالهم صولد 850 درهم. اللي بغاهم 0641 67 33 95، الإرسال إلى جميع المدن. لعشاق لاغتيزانا هادي البهجة الحرة الأصيلية بن الشريف، هادي حرة قديمة، هادي البهجة الحرة، شو ما شاء الله تفريشة ملكية، الزرق الملكي، هانتوما بهاد الطريقة هادي مخيطة، البهجة في الوسط معاها مخد 90، والسفيفة البلدية بالصقلي، هادي راه سفيفة بلدية أصيلية بالصقلي. شوف التفريشة كي دايرة، طلمط مطلوقين مفيهمش لاستيك، طلميط طويل 5 متر من الطرف للطرف، طلميط الثاني 4 متر و60، طلميط الثالث 3 متر. معاهم 8 المخاد كبار ديال 90، والعلو ديالهم ديال 40، يعني العلو ديال 40 جايين هكاك طوالين، لان راكم عارفين ديك الاصيلين بحال كيجي مشموم داير، العلو ديال 40. ودائما المخاد، هادو المخاد عسه، هادو المخاد ديال العسه، هاد التحتي ديالهم وهالفوقي ديالهم. بالنسبه للعسه تحتها في الغوز كاينين 4 والفاقه 4، وبالنسبه للخدادي 8 ديال 90 باش منكمل لكم، كاين معاهم هادو، هادو راه هادو دايرين بحال الشكل ديال العسه كبار ديال الميتر، غير هما هما جايين خدادي، هادو هادو مخاد كيكونوا في القنوت. انتوما العسه راه فيهم نص متر على متر تقريبا، هادو كاين 3 منهم. نعاود لكم القياسات، قلنا 5 متر 64 3 متر مطلوقين ما فيهمش لاستيك، 8 د المخاد ديال 90 كبار، العلو ديالهم ديال 40، ومعهم السفيفه البلديه ديال الكوزه بالصقلي الحر، ومعهم 4 د المخاد ديال العسه، العسه هما بحال هما المساند كنقول لهم العسه، غير هما هادو جايين ديال 80 تقريبا، ومعاهم 4 في الغوز. حنا كنصوروا لكم غير الشونتيو، هي 8 د المساند فاقه وتحاته، 8 د المخاد ديال 90، وثلاثه كبار فيهم نص متر على تقريبا 90 ولا متر، هادو ثلاثه فيهم، يعني ثلاثه هادو مخاد ماشي مساند، لان المخاد هما اللي كيكون عندهم السناسل في الجناب. 8 وثلاثة هي 11، وربعة ديال المخاد العسة المجموع كاين 15 ديال البهجة، وربعة في الغوص. اللي بغاهم 0641 67 33 95، هادي راه تفريشة أثرية لعشاق لاغتيزانا، فقط الناس العشاق ديال لاغتيزانا هما اللي كيعرفوا بالقيمة ديال هاد البهجة. اللي بغاهم 0641 67 33 95، والإرسال إلى جميع المدن. مرحبا، 100 ألف مرحبا. هادو طلامط المطروز جدادين، هادو ماشي مستعملين، مفصلين مخيطين بالطبارات،
كاين 4 متر 4 متر جوج جوج. بالنسبه لهذه اللي قبالتكم هذه راه الطلميط ديال جوج متر، فيها ديباره وحده بحال الحوف مخيطين معاهم و يعني المضام. وبالنسبه ل 4 متر فيهم جوج ديبارات، كل طلميطه فيها جوج ديبارات، 4 متر 4 متر جوج جوج، ومعهم 11 مخده كبار ديال 90 يعني بالكابلي خياطه معتبره، ومعهم يعني بالنسبه للخدادي ولي كالدور حنا غير كنعمروهم باش كنصور لكم الشونتيو، هما خاويين. بالنسبه للي كالدو كاينين 6 طوال ديال لي كالدو، و46 هي 12 ديال لي كالدو، و11 المخد كبار ديال 90، كل سداري فيه جوج خديات، يعني راه الخدادي كبارين بزاف ديال 90 كيهزوا في عاود ثلاثه الخديات 70 كيهزوا جوج ديال 90. الثمن ديالهم همزه سولد، راه كنا كنبيعهم ب 56 الف ريال، الثمن ديالهم سولد فقط 2450 درهم، يعني راه طاح الثمن ديالهم. اللي بغاهم 0641 67 33 95 والارسال الى جميع المدن. هادو الحوف ديال طرز الغرزه الحمر العكري داكن تيحم مقلون ديالهم زوين بزاف، هادو في حاله جيده وخا مستعملين باينين جداد. كاينين ثلاثه ديال الحوف، جوج متر وعشرين جوج متر وعشرة جوج متر، الثمن ديالهم همزه 800 درهم. اللي بغاهم 0641 67 33 95 لإرسال إلى جميع المدن. مرحبا، 100 ألف مرحبا.